Now, how to find A from V. هلا قبل ما نفوت في هذا الموضوع نعطي شوية نعطي مقدمة عن الموضوع. حكينا أنه إذا بدنا ننقل شحنة من A ل B، شو فرق الجهد اللي نحتاجه؟ أنه V A B. طب افرض أنك بدك تنقل الشحنة من A ل B ورجعت نقلتها مرة تانية من B ل A، معناته بلشت عند النقطة A وانتهيت عند النقطة A. هلا معروف أنه ال V الفولتج من A ل B equal minus E dot dl integration over L، لكن هسه لما تنقل شحنة على مسار مغلق نكتب كالتالي minus E dot dl integration around closed path. هاي بنستخدمه إذا كان في عنا مسار مغلق. كلمة circulation اللي هون يعني closed path، يعني إنه بلشنا وانتهينا عند نفس النقطة. فمعناته بده يصير عنا عشان نقدر نحسب E dot dl integration around closed path، فهي عبارة عن minus E dot dl integration من A إلى B زائد ناقص E dot dl integration من B إلى A، ويساوي minus E dot dl integration من A إلى B زائد مع ناقص، هاي ممكن نقلب حدود التكامل وتصير ناقص، فبتصير زائد E dot dl من A إلى B. فصار عندك تكاملين الأول عكس الثاني، فصارت المحصلة equal zero. معناته E dot dl integration around closed path equal zero always. وهي معناها إنه لما نيجي ننقل شحنة من A ل A، يعني هاي بدها تصير VAA equal VA ناقص VA equal zero. يعني أنا قاعد بنقل شحنة بين نقطتين إلهم نفس فرق الجهد، وبالتالي أنا قاعد بنقلها على سطح تساوي الجهد، فهذا القانون معناته equipotential surface سطح تساوي الجهد. وهذا القانون E dot dl equal zero اللي هو سطح تساوي الجهد، وهذا القانون حكينا عنه always، هذا القانون اختاره ماكسويل حتى يكون المعادل الثاني، فصار اسمه second Maxwell's equations second Maxwell's equation in integral form. وهاي المعادلة اللي هي Maxwell's equation E dot dl integration around closed path equal to zero الانتجرال فورم، ممكن نحولها للديفرنشال فورم by applying the Stokes theorem. Stokes theorem شفناها في شابتر 3، حكينا نستخدمها عشان نخلص من التكامل على مسار مغلق. فE dot dl integration around the closed path equal to curl of E dot ds integration over S. فبنخلص منها عن طريق رفع التكامل 1 power من line إلى surface باستخدام الكيرل، بنكون خلصنا من المسار المغلق. ليش؟ لأنه أي مسار مغلق إلا ما يكون غطى مساحة، فهي العلاقة ما بين the closed path and the surface. وكونه التكامل E dot dl around the closed path equal to zero معناته الكيرل E dot ds integration over S equal to zero، يعني الكير للإي ضرب المساحة equal to zero، يعني الكير للإي equal zero. وهي معناها إنه this is second Maxwell's equation second Maxwell's equation in differential form or in point form. وهي معناها المعادلة تعني electric field is not rotation، لأن الكير يمثل دوران، فلما يكون الكير للإي equal zero يعني electric field is irrotational. irrotational يعني لا يدور، أو باللغة الفيزياء نحكي electric field is conservative،
يعني أي فيكتور بيحقق هاي العلاقة إنه الكيرل إله إيكوال تو زيرو بنسميه conservative vector. Okay. طيب this is the second Max's equation in differential form. فنرجع هلا لموضوعنا، كيف نجيب electric field from the potential؟ بنبلش من هاي العلاقة V equal minus E dot dl integration over L. خلينا نفرض إنه نحل في الكارتيشن، طبعا ممكن بعدين ينطبق على السيلندريكال وعلى السفيريكال. فلت electric field equal EX AX plus EY in Y direction plus EZ AZ. ونفرض كمان الدي ال ناخدها في الكارتيشن اللي هي DX AX plus DY AY plus DZ AZ. فهاي المعادلة إذا اشتقيت الطرفين بصير عندك DV equal minus E dot DL. فنخلنا ننفذ الدوت برودكت اللي هون، بدك تعمل اي دوت دي ال، فبصير معك انه دي في ايكوال ماينس افتح قوس اي اكس دي اكس زائد اي واي دي واي زائد اي زد دي زد. طيب خلينا نفرض نحكي كالتالي ناو، اسيوم انه دي في ايكوال بارشل في by partial x dx plus partial v by partial y dy plus partial v by partial z dz. هل حكينا الفرق ما بين الدي اللي بتنكتب straight وبين الدي اللي بتنكتب معكوفة، انه واحد differential الثاني partial. partial معناها مشتقة جزئية، دي derivative معناها المشتقة الكاملة. فعشان تشتق v كامل ممكن تشتق V كامل أو تروح تشتق V مرة ل X ومرة ل Y ومرة ل Z. ف DV هي نفسها partial V by partial X DX، بحيث إنه إذا كان الفانكشن بتكون من one variable، مثلا إذا كان V equal X تربيع، إذا حكيت لك اشتق V راح تحكي 2 X، وإذا حكيت لك اشتق V بالنسبة ل X كمان راح تحكي 2 X. فما في فرق ما بين الديفرنشال والبارشال إذا كان الفيكتور أو الفانكشن يتكون من متغير واحد فقط. فمعناته V راح تشتقها مرة بالنسبة، فما في فرق ما بين بارشل X و DX ممكن تشطبهم مع بعض، وبين DY و بارشل Y تشطبهم مع بعض، وبين DZ و بارشل Z تشطبهم مع بعض، بظل معاك البارشل V زائد بارشل V زائد بارشل V، إنه 3 partial derivatives equal to 1 differential. طيب فنيجي نعوض DV في الإكسبريشن اللي هون، فبصير عندنا وبعدين نقارن الاكس مع الاكس ونقارن الواي مع الواي ونقارن الزد مع الزد. لما تيجي تعوض دي في هون بصير عندك ثلاث حدود على اليمين وثلاث حدود على اليسار، فناخذ الاكس مع الاكس. فلما تيجي تاخذ الاكس مع الاكس راح تيجي تحكي انه بارشل في باي بارشل اكس دي اكس ايكوال ماينس اي اكس دي اكس، تشطب هاي الدي اكس مع هاي الدي اكس، فحصلنا على انه الاي اكس ايكوال minus partial v by partial x. وإذا كررت العملية راح تحصل على إنه ال EY equal minus partial v by partial y، ونفس الإشي ال EZ equal minus partial v by partial z. وإذا أخذت EX و EY و EZ عوضتهم جوا الإلكتريك فيلد اللي فوق، فراح تحصل على إنه إلكتريك فيلد equal minus partial v by partial x AX زائد partial v by partial y AY، هون خدنا الناقص عامل مشترك، زائد بارشل V باي بارشل Z AZ. فإذا دققت في الجو القوس اللي هون هذا يمثل الجريدينت، معناته هاي المعادلة بنقدر نكتبها minus gradient of V، خدنا الجريدينت في شابتر 3. و this is the gradient in Cartesian coordinate، نفس الاشي لو بلشنا cylindrical أو spherical. معناته العلاقة اللي تربط بين فولتج والإلكتريك فيلد إنه V equal minus E dot DL، هاي بنستخدمها في حال لو بدنا نوجد الفولتج من الإلكتريك فيلد، وهي integral relationship. وفي حال إيجاد الإلكتريك فيلد من البوتنشال نستخدم هاي العلاقة which is a differential relationship E equal minus gradient لل V. والمعنى الفيزيائي لهذا القانون إنه E equal minus gradient لل V، لو أخذنا شحنة نقطية موجبة نعرف كيف شكل خطوط المجال الكهربائي. هاي الخطوط هي خطوط الاي او الدي او نفس الابساي كعدد.
لأن الـ E و D نفس الاتجاه، بس الفرق بيناتهم إنه إذا كان الـ E بهذا الطول الـ D بده يكون أصغر منه بكثير بهذا الشكل، لأنه مضروب في إبسلون نود وقيمتها 10^9^36 باي. طيب هلا لو جينا أخذنا نقطة معينة هون على بعد R من الشحنة النقطية Q، هاي نقطة على بعد R، فكم راح يكون قيمة البوتنشال عند نقطة R؟ راح تحكي إن البوتنشال للشحنة النقطية في حال لو كان الرفرنس انفينيتي كيو على 4 باي ابسلون نود ار، فعرفنا البوتنشال هون. طب لو اخذنا نقطة ثانية كمان تبعد ار راح يطلع معاك نفس البوتنشال. فلو جيت رسمنا هنا سفير نص قطرها ار، اي نقطة على هاي الكرة لهم نفس البوتنشال لانهم كلهم يعتمدوا على الشحنة كيو وكلهم موجودين في نفس الوسط اللي هو ابسلون نود. اذا اخذ دائرة اكبر كمان راح تحصل على كمان سفير، بحيث انه كل النقاط اللي عليها لهم نفس الجهد، فهاي الدوائر تسمى سطوح تساوي الجهد، ايكو بوتنشال سيرفيس. طيب معنى هذا القانون جريدينت للفي معناها مشتقة، لأن الجريدينت جواتها مشتقة، والمشتقة تعني يا أما قيم قصوى يا أما تزايد يا أما تناقص. طبعا القيم القصوى العظمى والصغرى لما تساوي المشتقة بصفر. لما نيجي نحكي هنا عندنا مشتقة معناته يا تناقص يا تزايد، فلما نيجي نحكي هنا سالب مشتقة معناته تناقص، هذا معناته إنه إلكتريك فيلد باتجاه نقصان البوتنشال، هذا معنى هذا الكلام. فلما يكون في عندك دائرتين راح تشوف إنه كل ما مشيت بهذا الاتجاه البوتنشال بيقل، لأنه كل ما فيها R بتكبر وR موجودة في المقام بالتالي البوتنشال بقل، وهذا الاتجاه اللي فيه نقصان البوتنشال هو نفسه اتجاه الالكتريك فيلد. فهي معنى الفيزياء للقانون انه ليش E equal minus gradient لل V وشو علاقة اتجاه E باتجاه نقصان البوتنشال. وبهاي الطريقة بنكون تعلمنا الطريقة الثالثة لإيجاد الالكتريك فيلد. ضل نحكي على ملاحظة انه ال V هاي وحدة البوتنشال وحدته فولت، والديل هاي وحدتها بير متر لأن جواتها بارشل باي بارشل إكس يعني إكس في المقام، فمن هون نحصل على وحدة الإلكتريك فيلد اللي هي فولت على متر. إما بتشوفها من هذا القانون أو بتشوفها من هذا القانون إن هنا فولت وهنا متر، فالإلكتريك فيلد راح يكون فولت بير متر. فحكينا إنه الوحدات للإلكتريك فيلد إما نيوتن بير كولوم أو فولت بير متر، والدارج اللي هو فولت بير متر.